متابعين أكيد بصباحنا، ووصلنا إلى فقرتنا الأخيرة رح نروح فيها بعالم الأعمال اليدوية وشو أنواعها، ونحكي عن يمكن سيدة بلشت بالأعمال اليدوية كانت هواية وبعد شوي طورتها وصارت مبدعة بعدد كبير من الأعمال والهاند ميد حصراً. خلينا نحكي هيدا الشيء مع مدرسة تعليم الأطفال بمشروع مهارات الحياة يلي عم تقوم في وزارة الثقافة بوزارة الثقافة. معنا سوريا أبو حمزة، صح؟ سوريا أبو حمدة. أبو حمدة، هلا وسهلا فيك سوريا. صباح الخير. صباح النور. هلا، اسمك هيك مميز. الله يسلمك. شو خطر لهم يعني من على عمره يسموا الاسم يعني. اهلا وسهلا فيك. خلينا هيك نبلش فورا مشان نكسب الوقت. خلينا نحكي عن مشروعك، ايمتى بلشتي فيه وشو اهم يعني، خلينا نحكي عن الاختصاص بحد ذاته. انا اختصاصي دارسي فنون نسويه. المشروع بلش من 2012 مع الاطفال المهجرين او الوافدين بقريه دربول حينا عين الشعره، ثلاث قرى، كله اعاده تدوير ومشان ترفيه للاطفال. يعني خلينا هيك نحكي بالقصص يلي انت بتعملي فيها، بتشتغلي فيها اشغال يدويه عن المواد الاوليه اللي بتحصلي عليها، وخلينا نشتغل شيء على الهواء. انت معك اليوم خيطان رح تشتغلي لنا شيء، يلا تفضلي. اهلين فيك. تطريز يمكن تطريز شيء، يلا كرمال نكسب الوقت. خلينا عليها هيك شوي نشوف القطع على بين ما جهزت حالها. هاي تطريز. هاد غطى شو؟ طاولة. للطاولة غطى طاولة من الخيش. نعم. نحن بنعمل له إعادة تدوير. يعني فينا نستخدم أي قماشة نحن نطرز عليها. مشان هيك أنا استخدمت الخيش، إنه الأطفال إنه يعني أي قماشة عنا بنستخدمها، ولحتى الخيش بنستخدم إنه. تمام. لكن أنت وعم تشتغلي، خلينا نحكي عن مشروع مهارة الحياة يلي عم تقوم فيه وزارة الثقافة. مين الفئة المستهدفة؟ مع مين بتتوجهوا بالتعليم؟ الفئات كلها يعني طبعاً. طبعاً الكبار والصغار. كبار وصغار عنا. وأي حدا بحاجة إلى عمل لحتى تكون يمكن بداية جديدة، يكون معيل بالأعمال اليدوية أيضاً بتعلموا. نعم. قديه بياخد هذا الشغل معك وقت يعني لتخلصي الغطاء كله يعني تطريز؟ اول شيء هو سهل يعني؟ سهل. ايه سهل. سهل بس اذا حدا غلط فيه هيك يعني ممكن بنرجع نرجع بنكر بنفك الخيط بنكره. تعطينا نشوف. عادي بعلمك اياها. انا بحب القصص بس انا حدا انا افشل حدا بهيك شغل يعني ما بعرف ابدا يعني. لا وسهل يعني بس تكوني انت ماخذه بتتعلمي خلص. لحتى الاطفال عندنا دغري يعني ما شاء الله اكثر من غرزه اتقنوا يعني. تمام. يعني نحن عم نحكي عن مشروع هو غير مكلف، فينا نحن نعمل اعاده تدوير بالقطع اللي عندنا. يعني هلا سوريا عم تعمل قطبه مثل ما شايفين او عم تعمل تطريز على نوع من الخيش يعتبر. نعم. خلينا نشوف كمان شو موجود معنا. غراض من شناتي. هاي من اي قماش؟ هي اي قماش عندنا اياه بالبيت عندي. موجود نحن فينا نعملهم عقد اكيد وفينا بالسناره شغل سناره. طيب شو استخدمتي فيه؟ عندنا قماش مبنيه بنقصه شرايط وبنشتغل فيه، بنعمله مثل كبكوبه الصوف بنشتغله هيك. يعني ما في شيء معين انه انا اليوم كرمال اعمل هاي القطعه وليك هيك كمان يلا فرجينا اياها. هي سوريا هيك كمان. هي شو هي؟ هاي بالسناره مثل الدعاسه او شيء. دعاسه. تمام فينا نستفيد منها. كمان عندنا اغطيه فينا نستخدمها بالديكور كمان بالخيش بس الخيط كمان شغل سناره. هون يمكن بتختلف، ما فيك انت تركزي على الاطفال بالشغل السناره لانه اصعب بيجي تطريز ممكن. شو اسمه هدول صف 10 11 اوكي بيشتغلوا. اوكي لحتى في شباب على فكره بيشتغلوا هيك سناره. عجب. هي مهنه معنا بس لا مو بس للصبايا يعني. لا في شباب، في طفل عندي صف ثامن ما شاء الله عنه يعني بشغله. هو الشيء المميز بهي القصص ليا انه يدوي وفي قطع هيك بترجعك للماضي هيك القصص القديمه يعني. خبرينا سوريا اليوم انت كيف بتسوقي هدول المنتجات؟ عن طريق شو ماديا يعني؟ انت عم تستفيدي ماديا من مال؟ انا اذا بدي اشتغل شيء خاص الي بسوقهم مثلا عن طريق الواتس، المعارض،
بشتغل مثلا جيران بشوفه من واحدة لوحدة بصير يعني. شاركت بمعرض المرأة الريفية هني كمان سوقت أغلب منتجاتي. تمام. سوريا نحن يعني خلينا نشوف انه مو بس بالخيطان والتطريز كمان عندنا رسم على الزجاج. رسم على الزجاج بس حمله مشان ما تنقحين. لا ما فيها شيء، انا حطيتهم بس بين بعضهم اي مشان ما ينقحتوا. هي عم نشوف هون، هون شغل الاطفال، هون علمت اطفال. اجيك انه انا جبت اللوحه هون. اي اللي اطفال بين هي. هي انا انا عملتها. وهيدي كمان شغل اطفال. ايه تعليم انا ما شو اسمه بس حلوه كثير. بنظبط فيهم وبنلونهم يعني وبعدين بنبخ. قد ايه عمر الاطفال اللي مشتغلينهم اليوم؟ ايه يعني تقريبا من صف السابع وانت طالعه يعني، بس بده دقه اكثر شيء 10 11 انه صاروا تمام، بس هن قد ما نقوا علي فعلمتهم يعني. كمان يعني هي مختلفه هي الالوان عن التطريز، وبدها دقه غير وبدها يمكن تقنيات غير. الالوان المستخدمه يعني المواد المستخدمه شو هي؟ التوليب هون هذا. نحن بنجيب ورقه جاهزه مرسومه جاهزه ومنلونها صحيح. اوكي لأقول لك شلون، اذا فيك تعطيني اللوح الازاز الفاضي الفاضي يعني. والرسمي هاي مثلا اياها هيك 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 مشان ما ينكسر. تفضل. طيب. هاي الرسمه اذا بدنا اياها نحن نشتغل على قد اللوح الازاز والقلم التوليب وهذا القلم بنرسم فيه. شو هذا القلم فرجينا اياه يعني كانه شيء اياها هيك على الكاميرا وارسمي لنا فيها. ايه ما فيني هيك بدا. ما فينا هيك؟ لا ما فيني. طب كيف فينا يا عمار ناخذها هيك؟ هيك؟ لا هي ما هي عم تقول لك ايه هيك هيك هي بدها اياها هيك تكون. ايه عادي هيك. ما حتاخذك هيك الكاميرا. طيب ماشي ها. فينا نقول طباعة هي يعني انت نحن عم نطبع لا بدك انت حاطة فكرة ببالك انك بعيني ترسمي لسه مو هيك بيني تمام هيك بيني. هلا الورقة اللي تحت نحن بدنا نلزقها بالبلور؟ لا هاد انا هيك بحطها وبرسمها وبعدين بنقيمها؟ بعدين بنشيلها بس نشف التوليب بجيب الالوان بلون. انا قصدي التوليب نحن وقت اللي عم نعلم مثل كأنه عم نطبع الرسمة لبرا يعني مثل وقت لما نحط كنا هيك نرسمها من زمان يعني نحط شغله ونطبعها من قفل ورقه كرمال نقول نحن رسمناها. سوريا يعني دائما اي خطوه جديده في لها افق ما لا يعني ما له نهايه. اليوم حكينا عن المشاركه عن التعليم وحكينا عن القصص يلي فيكي انت تعمليها. اليوم سوريا مشاريعك القادمه بالختام وين بتحسي بتلاقي حالك؟ شو بتتمني؟ شو هي الفرصة يلي اليوم حابة انك انت تطلبيها عبر الشاشة؟ كيف بتقدري تنقلي لنا مجهودك الى كل صبية يمكن بتمتلك بعض المقدرات بعض المواهب انه هي ترجمها على ارض الواقع حتى لو كلنا مارين بظروف صعبة صح. وكلنا بحاجة انه نحن نطور حالنا وهيك يكون عندنا ارادة حتى لو ظروفنا صعبة بدنا هيك شوي يكون عندنا ايمان ايضا. اول شغله انه بتمنى انه من الكل اي حدا عنده اي هوايه يمارسها اوكي كيف ما كان وشلون ما كان انه يامن يمارس هوايته. ثاني شغله بحب اعلم انا بحب انا دائما بحب اعطي بالك طويل بالقصه لحتى انا بمدرستي يعني فتت على مدرستي بجديده قلبت قلب كل الحيطان رسمنا عليها انا والانسات وهيك فكتير بحب انه اعطي يعني مو خلص مو مجال واحد انه انا فايته كمعلم اليوم اعطي درسي واطلع يعني بدي اعطي كل شيء عندي عشان يتعلم الطفل. طب اليوم هيك بسؤال قبل ما نقول لك نتشكر حضورك، اي حدا اي صبي اليوم حابب تبلش هذا المشروع شو هيك اهم نصيحه بتخبريها اياها؟ اذا كان في دورات تطور حالها بالدورات مثلا هو اكثر شيء الدورات على فكره اللي بيسووها دورة الخياطة دورة التطريز الرسم أي شيء يعني أنه تشترك فيها يعني ما ضل قاعدة بالبيت. تمام. سوريا نحن بدنا نتمنى لك التوفيق وبنتمنى هي المهنة أنه تنقليها مثل ما أنت بتحبي إن كانت إلى عالم لحتى يمكن تستفيدوا ماديا وإن كانت إلى الأطفال أيضا. شكرا كثير لك وأهلا وسهلا فيك. أهلين شرفنا. شكرا لصباحك وشرفتينا أكيد. أهلين أهلين فيكم.